زوج اعتبرات كاس سيد عبد هذا السيد القائد الاقليمي للوقايه المدنيه بالمواصل يرافق السيد العامل والوفد المرافق لها هنا بالسكن باقليم المواصل. هادو تيسمو لي زاتير سيلام اللي كتشوف فراكسيو سيستي بلوكسيد هذا الاكسجين مثلا بونكا ديال لي فاكيسيون تكون في لومبيرون سي ديال الاكسجين هذا البرونكاش كاين بليزيور سيب هذا البرونكاش شاريو عافا من اجل نقل المصابين لحالات كورونا هذه الصراس هذه لومبيرونس ديال اللي كنخدم انا في كورونا وهذه هي هذه لا توني اللي تيخدم بها هذه سيتي توني اللي بونش رجال ونساء المركز الاقليمي للهلال الاحمر المغربي هادو سي دي جون فورمي عرض حول الإسافات الأولية. ديمونستراسيون لرجل فقد الوعي ولا يتنفس. هي اللي غادير له دابا علاش؟ رجال الهلال الأحمر المغربي إقليم الوسط. تديروا هاد البوزيسيون باش ما يرجعش الإنسان يديروا له. السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم إن الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة يأتي في سياق عالمي يتسم بتزايد التهديدات والمخاطر المترتبة عن التقلبات المناخية وما ينتج عنها من كوارث من أهمها الفيضانات والحرائق والزلازل التي تخلف خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات فالكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان أضحت تشكل تهديدا كبيرا وتهديدا حقيقيا لحياة الناس والحد منها أو التقليل من تأثيرها رهين باعتماد تدابير وقائية تنصب على الاهتمام بتقوية منظومة وآليات التعاطي معها وتطوير منظومة التنبؤ والإنذار بالإضافة إلى نشر ثقافة الوعي بالمخاطر وكذا اعتماد التكنولوجيا الحديثة خاصة ما يتعلق بتقنيات المعلومات التي تعد حليفا رئيسيا في تقييم المخاطر وتوفير وسائل الكشف عنها وفي هذا الإطار اختارت المنظمة الدولية للوقاية المدنية والدفاع المدني لهذه السنة شعار دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر وذلك للدور المهم لهذه التكنولوجيا في التخفيف من تداعيات الكوارث حيث أصبح مجال تدبير مخاطر الكوارث يستفيد اليوم أكثر فأكثر من هذه المكتسبات إذ أن التكنولوجيات الحديثة أصبحت تساهم في تحسين القدرة على مواجهة المخاطر المتوقعة فكلما كان الخطر متوقعا كلما اتخذت التدابير الوقائية لتفاديه أو على الأقل التقليل من درجة خطورته حيث تقوم الأنظمة المعلوماتية بتحديد هذا الخطر من خلال دراسة احتمال حدود تداعياته المحتملة وأصبحت تظهر أهمية التكنولوجيا للاستشعار عن بعد والإنذار المبكر في التعامل مع مختلف المخاطر والكوارث بما يساهم في تحقيق الجاهزية اللازمة التي تضمن التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات السيد العامل المحترم أيها الحضور الكريم إن الغرض من تخليد يوم العالمي للوقاية المدنية من كل سنة هو التعريف بالوقاية المدنية باعتبارها جهازا وطنيا للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة وكذلك التدخل لحماية الأشخاص وممتلكاتهم في جميع الأحوال وللتذكير بالمهام النبيلة والحيوية لهذا الجهاز والخدمات المهمة التي يقدمها للمجتمع في مواجهة الأخطار والكوارث هذه المهام التي لم تعد تقتصر فقط على إخماد الحرائق وإجلاء ضحايا حوادث السير وعمليات الإنقاذ بل إن مجال تدخلها أوسع بكثير ومعقد فهو يغطي العديد من المخاطر الناجمة عن الحوادث والكوارث الطبيعية والفيضانات أو عن الأنشطة البشرية الناجمة عن التطور التكنولوجي كتسرب الغازات السامة وحوادث نقل المواد الخطيرة وحوادث السكك الحديدية والتلوث ويبقى التقدم الحاصل في مواجهة الكوارث والمجهودات المبذولة غير كافي بدون نشر ثقافة الوقاية من الأخطار والكوارث واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع الحوادث بكل أنواعها
والتي لا تمنع وقوع الكارثة إلا أنها تساهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر في الأرواح والممتلكات. وفي هذا الإطار وجب على جميع الفاعلين في المجتمع بدءا من الأسرة والمدرسة والإعلام وجميع أفراد المجتمع المدني والآخرين أن نجعل الثقافة وقاية من الأخطار والكوارث ثقافة ملازمة لكل اللقاءات والندوات والبرامج الإعلامية والمقررات التعليمية، لأن الرهان متعلق بحياة الأرواح البشرية قواعد السلامة وسبل الوقاية منها. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، كما جرت العادة فإن المديرية العامة للوقاية المدنية تفتح أبواب جميع وحداتها الترابية عبر المملكة في فاتح مارس لكل سنة في إطار الانفتاح على المجتمع، وهي مناسبة لترسيخ ثقافة تدبير المخاطر والكوارث لدى المواطن عبر تنظيم مناورات تتعلق بتدخلات الإنقاذ وكيفية إطفاء الحرائق وتقديم ورشات في الإسعافات الأولية وورشات للوسائل اللوجستيكية والمعدات المستخدمة في حالة طوارئ. كما تقوم هذه المصالح بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالمخاطر المحدقة بهم مع عرض أشرطة تحسيسية وتوزيع منشورات ومطويات تحتوي على تعليمات السلامة اللازمة لتفادي المخاطر المرتبطة بالحياة اليومية للأشخاص. السيد العام المحترم، أيها الحضور الكريم، نجدد شكرنا لكم على حضوركم وعن العناية التي ما فتئتم تولونها لهذه الهيئة وعلى الدعم الذي نلمسه من جانبكم في مختلف المناسبات، مؤكدين على الاستعداد التام والتأهب المستمر لمواجهة مختلف الكوارث الطبيعية والبشرية، وأن رجال هذا الجهاز سيظلون يعملون بكل جهد وبنكران الذات في سبيل خدمة هذا الوطن العزيز شعارهم الله الوطن الملك. وبالأخير نود أن نغتنم هذه المناسبة الاحتفالية لرجال ونساء الوقاية المدنية لنؤكد لكم أن جميع عناصر هذه الهيئة من ضباط وضباط الصف وأعوان الإغاثة وأطباء وممرضين وأطر مدنية يجددون ولاءهم وإخلاصهم للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، داعين الله عز وجل أن يحفظه ويديم عليه موفور الصحة والعافية وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بصاحب السمو الأمجد المولى الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.